ناخد المخرج الكبير ايضا استاذ محمد فاضل. استاذ محمد اهلا بيك. اهلا اهلا استاذ وائل. اهلا دكتور اسامه. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ محمد رايك في احتجاج البعض تحت شعار يعني جبهه المثقفين على تعيين او على تكليف الدكتور اسامه الغزالي حرب بحقيبه وزاره الثقافه، وهو ما ادى في النهايه الى استبعاده بعد ان تم تكليفه بذلك. لا، هو بداية لازم نتفق انه الوزارة دي وزارة انتقالية، وزارة تسيير اعمال، وزارة محدودة جدا، وعشان كده صحيح المفروض ان الوزير او ده عمل سياسي، لكن انا اعتقد الوزارة دي تكنوقراط معنى الكلمة، يعني هي ما نقدرش نقول لها علاقة بالمنصب السياسي. منصب سياسي ده يبقى وزير جاي يقعد 4 سنين هيعمل خطة او وزارة حزبية فلا خطة خارجة من الحزب، فإذا تبقى فعلا وزارة والوزير منصب سياسي. أنا أعتقد إن إحنا الوزارة دي بالتحديد اللي عمرها مش هيزيد عن 3 أو 4 أشهر هي وزارة تنفيذية بمعنى الكلمة. إذا هنا لما نتكلم على الدكتور أسامة مش ممكن نقول انه مثقف، طبعا دي مساله مستبعده، لان هو حتى يعني الفرع العلمي اللي هو متخصص فيه وهي السياسة أو علوم السياسة ده بالضرورة لازم يبقى مثقف، لأن مفيش حاجة اسمها يعني ممكن أقول واحد في الكيمياء ده والله مش مثقف، لكن السياسة لا يمكن ما يبقاش مثقف، لأن السياسة هي إدارة الحياة اليومية للناس يعني في مفهومها أو تعبيرها البسيط. فمن الضروري أنه الذي يعمل بالسياسة لابد أن يكون مثقف وقريب من الناس، والثقافة دي برضو حاجة لا علاقة بالناس، ما هيش وظيفة أو عمل بعيد عن الناس. لكن فعلا بالنسبة لهنا هو هي مسألة إدارة العمل الثقافي، هي مش جاي كمثقف عنده 4 سنين بيعمل خطة بيبقى له وجهة نظر. طبعا الكلام الجميل اللي قاله الدكتور أسامة أنا أتمنى أنه يفضل يكتب فيه برضه، يعني ما يسيبش المسألة، يعني ما خليش الموقف اللي حصل ده يقطع بينه وبين العمل الثقافي، لان في النهايه احنا لازم نستفيد من كل الناس اللي موجودين في البلد، كل الطاقات اللي هي بتفكر. هو ان شاء الله انت بس معتقد انه الراجل سيكون مثخنا بالجراح وبالتالي لا خالص يعني خالص. يعني انا مش عايز طبعا التمس عذر للمهندس ابراهيم محلب، لكن لازم نبقى برضه نحط عنصر مهم جدا ان هو حاول انه يشكل وزاره في اسرع وقت ممكن، وده انا رايي هو السبب ورا كل اذا كان هناك تخبط فهو ده السبب مش اكتر من كده، لانه لو لاحظ وزاره اتشكلت في يعتبر ايه في 3 أيام ودي عمرها هو كان مطلوبا ان تقسم اليمين اليوم يوم السبت يعني مثلا، يعني ده عنصر برضو من عناصر من عناصر الضغط اللي حصلت وخلت مهندس ابراهيم محلب يلجا للحكايه دي. بس طبعا يعني هو اعتاب شخصي انه كان ممكن هو بنفسه يعتذر طبعا للدكتور أسامة يعني ما فيهاش حاجه، وانا اعتقد انه سيفعل بعد هذه يعني الحاجة. مش وبعدين يعني احنا هي ناخد بقى الحكايه انه ايه هنا وزير الثقافه اداره العمل الثقافي طبعا، مش مجرد انه عايزين حد مثقف. استاذ يعني ممكن لو عرضنا مثلا على الاستاذ بهاء طاهر وقامه كبيره طبعا في العمل الثقافي، اعتقد انه اول واحد هيقول لك لا، طبعا لانها هتاخذه عن ابداعه يعني اي مبدع، يعني برضه مش عايز اقول لازم وزير ثقافه يبقى مبدع كبير، لا وزي برضه المثل اللي قاله الاستاذ مفيد فوزي، مساله الاستاذ عبد الحميد رضوان كان من اهم وزراء الثقافه اللي مروا على مصر مع ان ما كانلوش اي علاقه بالعمل الثقافي. بتوجه استاذ المخرج الكبير استاذ محمد فضل الف شكر.